الاقتصادي بداية نظم نادي العمل والتفكير حول المؤسسة ندوة نقاش حول أهمية وضرورة تحسين مناخ الأعمال بالجزائر من خلال إجراء إصلاحات هيكلية للمؤسسات في ظل العديد من القيود القانونية والمؤسساتية والتنظيمية. هذا وكان اللقاء فرصة لعرض مجموعة النظريات التي تبناها نادي العمل والتفكير، التي من شأنها أن تساهم في إصلاح المؤسسات الاقتصادية والحد من التبعية للنفط. التغطية كانت لعقيل حشاني. Cette communication qu'a initiée aujourd'hui CAIRE a pour but de communiquer sur un projet phare que nous avons entrepris. C'est une initiative qui a connu le jour depuis maintenant près d'un an et demi. Et c'est une initiative qui a pour vocation d'élaborer un plaidoyer. Un plaidoyer qui a pour vocation d'accroître l'opportunité économique pour tous les Algériens. On s'est intéressé à quelque chose qui est comment arriver à l'inclusion d'un maximum d'acteurs. إلى قطاع التجارة، حيث تسعى المديرية العامة للجمارك إلى ترقية التجارة الخارجية خصوصا في مجال تنويع وتنمية الصادرات خارج إطار المحروقات، وهو ما يتجلى في التسهيلات التي يستفيد منها المستثمرون من أجل إعطاء دفع أكبر للاقتصاد الوطني المتأثر من تراجع أسعار النفط. فوزي مسعدي والتفاصيل. أول حاجة سيكو لادمينستراسيون دي دوان a accordé des facilitations aux opérateurs économiques. Oul Haja, on a agréé des opérateurs économiques. Hadoum les opérateurs agréés, donc ils bénéficient de certains avantages, surtout en matière de dédouanement. في ذات السياق، أكد رئيس مفتشية الجمارك للتجارة شيبان عبد القادر أن نسبة الصادرات خارج إطار المحروقات عرفت ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة. الإحصائيات المتحصل عليها في هذا السداسي الأول 2016 مقارنة بالسداسي الأول 2015 فيه نتائج محسوسة فيما يتعلق بالتسهيلات اللي قدمتها إدارة الجمارك سواء المتعامل الاقتصاديين وخاصة فيما يتعلق بالتصدير. لاحظنا حوالي ازدياد بنسبة 73% فيما يتعلق بنشاط التصدير المسجل فقط في 6 أشهر على مستوى ميناء الجزائر. لاحظنا كذلك ازدياد نشاط المتعامل الاقتصاديين المعتمدين وذلك بالرجوع الى التسهيلات المقدمه اليهم بحوالي 20%. اداره الجمارك حتى 30 جوان 2016 حصلت مبلغ 57 مليار و800 و6 مليون و758 الف دينار جزائري، وهذا لاحظنا باللي فيه انخفاض بالنسبة للسنة الماضية اللي هي حققنا مبلغ 66 مليار و745 مليون و638 ألف دينار جزائري في نفس المدة. إذن في ظل تهاوي أسعار النفط وتراجع الإيرادات المالية للجزائر، بدأ البحث عن بديل للاقتصاد الريعي، فحيث كان الأقول الحل بالتوجه نحو إفريقيا باعتبارها سوقا استثمارية واعدة، لكن لحد الساعة يبقى الأمر مجرد وعود تنتظر التجسيد بالميدان. أحمد راشدي يفصل في الموضوع. الاستثمار في إفريقيا، التصدير نحو إفريقيا، عبارتان رنانتان تشنفان أذان كل من يسمعهما. فمن يوم لآخر يجدد المسؤولون الجزائريون وعودهم بالتوجه نحو القارة السمراء، وهذه المرة تحت مسمى المنتدى الجزائري الإفريقي الأول للاستثمار. تقرر عقد هذا المنتدى الإفريقي الأول، وهو يختلف بكل تأكيد على الندوات الاقتصادية التقليدية. رجال المال والأعمال الجزائريون يرون في إفريقيا جنة استثمارية ويعتبرونها الملاذ الآمن بعيدا عن تداعيات تهاوي أسعار النفط. Pour l'Algérie, c'est l'Afrique. Nous avons un marché, nous avons des coûts beaucoup moins que nos voisins. انطلاق قطار الصناعة الوطنية فتح شهية الرؤساء الأفارقة الذين جعلوا الجزائر محجا لهم للاستفادة من تجربتها. كل رؤساء الأفارقة الذي أنا استعمدت بهم كلهم كانوا يتكلموا باه نمشي باه نستثمر عندهم باه نديروا التحويل الأول
فقط عندهم. لا دوزيام لا تروزيام لا كاتريام شت لا دوناتوار. انت روح ديرها في بلادك ولا ديرها في بلدان اخرين. افريقيا السوق الكبيرة التي لم تجد الجزائر بوابتها واكتفت فقط بالوعود تلو الاخرى بتسهيل طرق التصدير. des exportations dans des secteurs auxquels on ne s'attendait pas beaucoup, comme par exemple les médicaments. Nous sommes en train d'enregistrer des résultats à l'exportation assez encourageants. هي إذن المفارقة الإفريقية تتكرر كل مرة، فبين الكلام والميدان مسافة كبيرة تختصر بالأفعال وليس بالأقوال. قامت الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية بافتتاح وتنصيب مكتب بولاية قسنطينة، حيث أكدت رئيسة الكونفدرالية سعيدة نغزة أن المكتب يأتي في سياق توسيع التمثيل، يعطي في المنطقة داعية رجال المال والأعمال للاستثمار بقوة في مجالات الزراعة، السياحة والصناعة. هشام طال برصد التالي. اليوم رسميا راح نفتحوا المكتب تاع قسنطينة ان شاء الله لننشطوا في الاستثمار وفي يعني نوسعوا الانتاج، يكون عنده دفعه كبيره ان شاء الله باش نوسعوا النشاط تاع الكونفدراليه في قسنطينة ان شاء الله وباش نمشيوا يعني لبعيد ان شاء الله. اما احنا لحد الان عندنا 42 ولايه رانا فاتحين بهذا المكتب قسنطينة، 42 ولايه وقريبا كان إليزي وكان نعامة. أنا نطلب لكل جزائريين نساء ولا رجال يروحوا للفلاحة، خاصة الفلاحة والفلاحة والسياحة. الصناعة لابد، هي الصناعة لازم باش تكون يعني نطوروا في البلاد هذه، لازم تكون عندنا صناعة. أنا نقول لك لازم ننساو البترول، نخرجوا منه خلاص، ننساو باللي عندنا بترول.